أهلا وسهلا بكم في قناة جمال بينو، المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس والضغط على زر إعجاب ليصلكم كل جديد، وكذلك لتدعموننا وتدعموا قناتنا. نمر إلى الموضوع. الرئيس الإسباني يهدد الحكومة الجزائرية بهذا الشكل بعد اعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء وتأييدها للحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007. خرجت الحكومة الجزائرية بتصعيد مفاجئ تجاه إسبانيا، كما أنها سحبت سفيرها من مدريد للتشاور جراء هذا الاعتراف بمغربية الصحراء، كما أن بعض السياسيين وأعضاء الحكومة الجزائرية خرجوا بأقوال تدين إسبانيا وطعنوا في اعترافها بمغربية الصحراء وتمادوا أكثر من ذلك. وهذا ما دفع الرئيس الإسباني تشانسيز بتوجيه عتاب تهديدي للحكومة الجزائرية، وأبرز ما جاء في هذا الحديث هو قمع الدولة الجزائرية، كما طلب منها بأن لا تتدخل في الشؤون الإسبانية حتى لا يصيبها الأذى، كما أعرب من جديد على أن إسبانيا تأخرت كثيرا في هذا الاعتراف بمغربية الصحراء، وقال في حقبة الاستعمار وجدنا الصحراء مغربية وسكانها مغاربة. وبخصوص البوليزاريو قال بأنها من صنع القذافي، لكن الحكومة الجزائرية هي من تبنتها فقط لخلق الفتنة مع المغرب. والسلام عليكم. كان هذا أبرز ما جاء في حديث الرئيس الإسباني.